صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالتفاؤل والسعادة عليكم مستمعين الكرام وعلى كل من انضم إلينا، وأهلا وسهلا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون ما بين مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي. حقيقة مستمعينا، نحن نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني لكم، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ رحاب المروشد، ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفريق العمل الإذاعي، فلكم كل الأمنيات بحلقة مميزة والتي تحوي الكثير في مجملها. عموما كما تعودنا دائما في بداية البرنامج، يعني نختار أحد الأخبار التي تطالعنا بها وكالات الأنباء، حيث تم نشر خبر يقول في مجمله أن المشروبات السكرية تزيد الدهون في منطقة الخصر والبطن. خلصت دراسة جديدة إلى أن تناول المشروبات السكرية ومنها المشروبات الغازية بشكل يومي قد يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن مع مرور الوقت، ويربط الخبراء بين الدهون في منطقة البطن التي تحيط بالأعضاء الداخلية مثل الكلى والبنكرياس وتؤثر على وظيفة هرمونات منها الإنسولين، وبين النوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب. قالت الدكتورة كارولين فوكس التي قادت الدراسة أن كثير من الدراسات السابقة بحثت في العلاقة بين المشروبات السكرية والسمنة، ونحن درسنا توزيع الدهون في الجسم وتغييرها مع مرور الوقت. ولاحظت الدكتورة كارولين أن كل من شملتهم الدراسة يميلون إلى اكتساب الدهون عند منطقة الخصر والبطن مع مرور الوقت، لكن من يتناولون المشروبات السكرية بشكل يومي كانت الدهون زائدة عندهم بشكل خاص. إذن نحن منواصل معاكم كذلك حلقتنا اليوم، وأيضا مستمعين من داخل قسم العلاج البدني وإعادة التأهيل بمستشفى راشد، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد السويني استشاري ورئيس قسم العلاج البدني وإعادة التأهيل بمستشفى راشد لنتحدث عن هذا الموضوع، موضوع أهمية العلاج البدني. مرحبا دكتور. السلام عليكم. يا هلا دكتور. في البداية خلنا نتحدث عن الخدمات التي يقدمها مستشفى راشد في مجال العلاج البدني. أولا أود أن أبدأ بأن أحيي المستمعين وطاقم الإعداد، وأشكر منبركم لإتاحة الفرصة لي لتوضيح دور الطب البدني أو الفيزيائي وإعادة التأهيل. نحن في مستشفى راشد نقدم الخدمات الطبية لمرضانا. أغلب المرضى اللي يجونا من التحويل يعني من العيادات الخارجية أو من التخصصات المختلفة داخل المستشفى، سواء كانت من قسم العظام أو قسم جراحة الأعصاب، الجراحة العامة، قسم القلب، قسم الأعصاب، وقسم كبار السن. الخدمات التي نقدمها، نقدم الاستشارات الطبية وإدارة الحالة المرضية للمراجعين، التنسيق بين التخصصات الطبية المختلفة في تلك المرحلة أثناء مرحلة رحلة المريض في المستشفى. نقدم خدمات العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الأطراف التجميلية، ونلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.
طيب هذه الحالات اللي يستقبلها قسم العلاج البدني وإعادة التأهيل في مستشفى راشد، لكن دكتور هل هنالك فئات عمرية معينة يخدم القسم أم أن المجال مفتوح؟ المجال مفتوح، بس أود أن أوضح أن احنا في مستشفى راشد خدماتنا تتوافق مع دور المستشفى، وبما أن دور مستشفى راشد هو للحالات الطارئة والكسور والجلطات فالأولوية تكون للحالات الطارئة هذه. أما من ناحية الفئات العمرية فنحن نخدم جميع الفئات العمرية، الأولوية فقط للخدمات الطارئة. نعم دكتور، التجهيزات والإمكانيات المتوفرة في القسم من حيث المعدات الطبية والكوادر البشرية، خلينا نتحدث عن هذا الموضوع. الحمد لله يوجد لدينا جميع الأجهزة المتطورة والحديثة، ونحاول قصارى جهدنا أن احنا نواكب بتطوير الأجهزة وطلب ما هو الأجدد والأوفر والأجدى للمرضى. من ناحية الكوادر الطبية نفتخر أن لدينا تخصصات نادرة غير موجودة في مجال الصحة في إمارة دبي أو في الإمارات الشمالية، مثل العلاج الوظيفي والأطراف التجميلية والطب الرياضي، وأن أكبر عدد من الأطباء في الطب الفيزيائي. فالحمد لله الكوادر البشرية والمعدات متوفرة تفضل دكتور. لا تفضل. يعني الأطراف التجميلية دكتور، خلنا بس شوية نوضح للمستمعين شو هو هذا التخصص. هذا التخصص معني بصنع الأطراف التجميلية بأنها تناسب وتتماشى مع الطرف في الجهة الأخرى، يعني مثلا العين الاصطناعية أو الأصابع الاصطناعية، مصابين بالسكر من مضاعفاتها ومن تتالي الحالات فأخرتها في يكون في بعض الحالات بتر، فإحنا نكمل نصنع الطرف التجميلي أسب يتناسق ويحس المريض أنه ما عنده أي إعاقة أو أي قصور يعني جسدي. وطبيعة الحال أيضا تدربون المرضى على أساس أن يعني يتعايشون مع هذا الطرف. دكتور آخر سؤال عندي بس، كم عدد المراجعين اللي مروا عليكم خلال العام الماضي؟ في العيادات الخارجية 22 ألف مريض، ما شاء الله. والخدمات السريرية 44 ألف مريض. الله يواليكم العافية دكتور، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد من التقدم، ومشكورين جدا على الجهود اللي تقدمونها. الدكتور محمد السوين استشاري ورئيس قسم العلاج البدني وإعادة التأهيل بمستشفى راشد، شاكرين لك هذه المداخلة. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام، بعد الفاصل عندنا موضوع آخر، موضوع شيق، ما نتحدث فيه عن أمراض القلب عند الأطفال والخدمات التي يقدمها مستشفى اللطيفة في هذا المجال، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم مرة أخرى. نحييكم عبر برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي. عموما مستمعينا، قبل الفاصل وعدناكم أن نحن نتكلم عن موضوع شيق، موضوع مهم جدا. هذا الموضوع اللي حاب يتداخل معانا ممكن أن يتصل على الأرقام التالية 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. مستمعينا، تبقى أمراض القلب بشكل عام وعند الأطفال بشكل خاص تشكل قلق كبير لكافة المؤسسات الصحية على المستوى العالمي، لكن في مقابل هذا القلق هنالك تقدم نوعي في الوقاية والتشخيص والعلاج من هذه الأنواع من الأمراض. يبقى دائما هنالك الأمل،
والتفاعل مع النخبة الطبية المميزة والتجهيزات عالية المستوى والتطور المتسارع الذي تشهده العقاقير والأدوية ومجمل التطورات التي يعني تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال. للحديث عن هذه الخدمات يسعدني أن استضيف معي في الاستوديو الدكتور سمير سجواني، استشاري أمراض القلب عند الأطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتور، أمراض القلب عند الأطفال، يا ترى في البداية خلنا نتحدث عن أسباب هذه الأمراض. أمراض القلب عند الأطفال هي أمراض تصنف أمراض خلقية، يعني لأن مثل ما تعرف أن الجنين أول عضو يتكون عند الجنين ويبدأ في عمله هو القلب، يتكون في أول 3 أسابيع من الحمل. ففي هذاك الوقت ممكن يحدث خلل فينتج عن أن الطفل ينولد ويكون عنده تشوه مرض في التشوه في القلب. طيب دكتور، يعني نسب حدوث مثل هذه التشوهات أو هذه الأمراض وانتشارها إذا ما نتكلم عن يعني مجتمع دبي ودولة الإمارات، يعني كل 100 طفل ينولد تقريبا 1 أو 2 منهم يكون في عندهم مرض في القلب، وتكون النسبة أكبر في الأطفال اللي ينولدون قبل وقتهم، الأطفال الخدج تكون النسبة أكبر. طيب دكتور، يعني هذه النسبة هل هي معتدلة؟ يعني كل 100 يطلع طفل عند مشكلة تشوهات قلبية، ولا هي نسبة عالية؟ هاي نسبة هي النسبة المعتادة في كل العالم. في كل العالم. طبعا لما نقول تشوه في القلب يعني الكلمة شوية كبيرة، لكن في الواقع أغلب الأحيان يكون شيء بسيط جدا. ممتاز. طيب دكتور، ما هي أعراض وخطورة هذه الأمراض؟ يعني الحمد لله، يعني أبشر إن أكثر الأمراض هاي تكون بسيطة وسبحان الله، يعني الجسم يصلحها من تلقاء نفسه. يعني إذا كان في ثقب يلتئم بروحه، إذا كان ضيق في شريان أو صمام ممكن مع الوقت الشريان يكبر ويفتح. ولكن في بعض الأمراض لا تحتاج إلى علاج، ممكن يكون دواء، يمكن يكون قسطرة، أو يمكن بعض الأحيان يكون عملية. جميل. أنا هني دكتور أبغى أتطرق حتى كذلك لمبادرة نبضات التي يعني تقوم بها هيئة الصحة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية لعلاج قلوب وتشوهات الأطفال. نحن تطرقنا لهذه المبادرة في العديد من الحلقات السابقة، وهي مبادرة عالمية جاءت بتوجيهات سامية من سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي حفظه الله، وهي يعني نقطة من البحر الذي تقدمه دولة الإمارات للعالم في هذا المجال. دكتور، نرجع للموضوع، يعني تكلمنا عن أعراض وخطورة هذه الأمراض، يا ترى ما هي الخدمات وطرق العلاج التي تقدمها هيئة الصحة بشكل عام في هذا المجال وأيضا مستشفى لطيفة بشكل خاص؟ نعم. طبعا مستشفى لطيفة بدأت هو أول مستشفى قدم خدمات تشخيصية وعلاجية لأمراض القلب عند الأطفال تقريبا في دبي وفي الإمارات الشمالية. نعم. من قبل أكثر من 30 سنة. ما شاء الله. نعم. طبعا الأمور طورت كثير الحمد لله، والحين نحن بدينا على خطوة كبيرة وعظيمة، اللي هو تم استقدام كادر كامل متكامل لعمل عمليات القلب المفتوح في الأطفال. نعم. اللي يتكون الكادر تقريبا يمكن من 20 إلى 30 طبيب استشاري ومتخصص، ينقسم إلى الكادر إلى أطباء جراحين متخصصين فقط في قلب الأطفال، من الطفل أول ما ينولد حتى المولود قبل وقته، حتى الطفل اللي وزنه كيلو، أطباء جراحين على مستوى عالي استشاريين، أطباء متخصصين فقط في التخدير للأطفال اللي يسوون عمليات قلب المفتوح، بس متخصص في التخدير فقط في هذا المجال، أطباء استشاريين في العناية المركزة بعد ما تجرى العملية، هناك أطباء استشاريين تم استخدامهم وهم يتولون رعاية الطفل في العناية المركزة من بعد العملية، فقط هذا هو
وظيفتهم أطباء استشاريين في القسطرة، القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية التدخلية، استشاريين في التصوير، استشاريين في رعاية الطفل اللي عنده مرض القلب قبل العملية ما بعد العملية، طاقم متكامل الحمد لله تم استخدامه في مستشفى الجليلة اللي هو يعتبر أخت مستشفى لطيفة. إن شاء الله دكتور. أنا بس يعني من خلال كلامك شوية قلت لي أن هنالك يعني 20 طبيب في اختصاص قلب الأطفال. نعم. يعني كتخصص لقلب الأطفال فقط. فقط. طيب دكتور شو أكثر الفرق؟ من 20. أكثر من 20. زين شو الفرق بين أمراض القلب عند الأطفال وعند الكبار؟ الكبار الفرق أن الإنسان الكبير ينولد قلبه سليم. لكن مع مرور الوقت ومرور الزمن الشرايين اللي تغذي عضلة القلب تتأثر، خصوصا إذا الإنسان يضر نفسه بنفسه من تدخين، كوليسترول، قلة حركة، وسترس وقلق وأمور هاي تأثر على فيؤدي إلى تضيق الشرايين. أما الطفل لا، الطفل تكون المشاكل عنده هي مثل ما سبق أن تكون مشاكل خلقية تكون القلب. يعني طبعا الكبير لما يكبر وتسوي عنده مشاكل في القلب بذرة الأمراض هاي أيضا في الطفولة. يعني هذا شيء مهم. يعني صح الشرايين تضيقت يوم استوى عمره 40 سنة ولا 50 سنة، لكن بذور المشكلة في الطفولة. إذا نحن الأطفال ما عودناهم على ممارسة الرياضة، ما عودناهم على الأكل الصحي، إذا كان الآباء يتساهلون في موضوع التدخين والشيشة والمدواخ والأمور الأخرى أمام الأطفال، فيبذرون في البذور الأمراض اللي ممكن. فنحن دورنا كأطباء أطفال أن نحن نحافظ على الطفل، وهاي البذور نحاول أن يعني نتجنبها في كبره، بالإضافة إلى معالجة الأمراض اللي هي تكون هو مولود فيها. يعني هني بسألك دكتور، يعني حجم القلب عند الطفل ما هو حجمه، وكيف يختلف قلب الطفل عن قلب الإنسان البالغ، وهل هذه يعني تخلي المسألة شوية صعبة بالنسبة للأطباء وللجراحين في عملية يعني تناول هذه الحالات؟ نعم، يعني سبحان الله في الطفل الجنين القلب عنده الدورة الدموية تختلف، لأن الطفل الجنين يعتمد في الأكسجين والتغذية على الأم وعلى المشيمة، فيمر الدم، مسار الدم يمر على المشيمة، بعد الولادة ينتفي هذا الشيء فلازم يعتمد على نفسه، فتحدث يحدث تغيير في مسار الدورة الدموية. هذا إن في بعض الشرايين تغلق، بعض البوابات تفتح، بعض الغرف تكبر، بعض الغرف تصغر، فهذا التغيير هو المرحلة الانتقالية بين الجنين والطفل أول ما ينولد إلى أن بعدين يكبر. وحجم قلب الطفل هو حجم يده. سبحان الله. وصح أن القلب هذا صغير، ولكن مع الخبرات الموجودة ممكن أغلب عمليات القلب عند الأطفال نسبة نجاحها مرتفعة جدا، فوق 90%. نعم دكتور، يعني أنت ذكرت أثناء الحديث عن بعض الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال، ومنها ذكرت أن في ثقوب، وهذه الثقوب في القلب ممكن الجسم روحه يعالجها. نعم. تعطيني بس شوية تفصيل أكثر عن هذا الموضوع، بحكم أنه أيضا من أكثر الأشياء الشائعة عند الناس أن الطفل مولود وفي قلبه الثقب. صحيح. طبعا يمكن بعض الناس يعني يفهم غلط، ان لما يوم نقول احنا ثقب يفكر ان القلب مثل قربه، والقربه مثقوبه والدم ياس يتقطر منها ويطلع برا. طبعا مو بهذا المقصود. لا. المقصود ان في الجدار اللي موجود في وسط القلب، في الجدار اللي وسط القلب هذا ممكن ان يولد الطفل ويكون في عنده بعض الثقوب. طبعا هذا الموضوع لربما يعني يرعب الأم أو الأبو، ولكن نحن نحاول نطمنهم، لأن أكثر هالثقوب مع مرور الوقت الأنسجة اللي محيطة فيها يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى تدخل في الثقب، وكثير من الأحيان تغلقه. نعم دكتور، إذا تسمح لي بس أخذ مكالمة من أم عمر. ألو.
صباح الخير. يا هلا تفضل اختي. اهلين استاذ. تفضلي. لو سمحت ممكن اسال الدكتور سؤال؟ تفضلي. انا عندي ولد عمره 14 سنة. اول ما انولد قال لي الدكتور، هو مواليد دبي، اول ما انولد قال لي الدكتور انه هو معاه ثقب في القلب. سويت له ايكو وطلعت النتائج والتحاليل كلها اوكي. بس الحين صار له سنة تقريبا دكتور، دقات القلب بتزيد، دائما في عرق. سويت له التحاليل، سويت له ايكو الشهر اللي طاف، يقول لي الدكتور سليم. ركبوا له جهاز على القلب لمدة 24 ساعة، الجهاز دقات القلب طبيعية ما فيها شيء، لكن حتى الغدة الترقية سويت لها تحاليل يقولوا لي سليم، بس دقات القلب ما زالت لنا الحين مستمرة، مو على فترات طويلة، يعني ممكن كل 3 أيام أو 4 أيام مرة واحدة تصير الدقات هاي، تكون دقات سريعة سريعة. طيب طبعا هاي حالة شائعة جدا عند الأولاد، إنه ممكن يحس بعض الأحيان إن قلبه يدق أو يحس شوية ألم أو صدر في القلب، فنحن نحاول قدر الإمكان، يعني طبعا بعد عمل كل الفحوصات اللازمة، وإذا تبين أن الفحوصات كلها سليمة نطمن الأهل أن هاي الأعراض منتشرة شائعة، مش شرط معناته أنه لازم يكون في شيء في الخلل في القلب. صح ويحس أن دقات قلبه تدق بسرعة بعض الأحيان، أو بعض الأحيان يحس عدم ارتياح. إذا كانت الإجراءات والفحوصات اللي أجراها ما شاء الله، هو أجر كل الفحوصات المطلوبة. إذا كان دكتور سويت الإيكو، سويت الغدة الدرقية، سويت تحليل دم، يعني خلاص أنت سويتي يعني كله، فما في شيء بعد مخشوش، يعني ما في شيء مستخبي. إذا كان في شيء كان أكيد ظهر مع كل هالفحوصات. طيب أم عمر سؤالك واضح، أنا بضطر أطلع فاصل يعني سامحيني. شكرا. دكتور أنا بتواصل معك بعد الفاصل، عندي كم محور أبغي أتطرق له، لكن خلونا نوقف مع فاصل قصير وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة المميزة من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر هذه الإذاعة المتميزة إذاعة نور دبي. مستمعينا قبل الفاصل كنا قد توقفنا للحديث عن أمراض القلب عند الأطفال، وفي استضافة للدكتور سمير سجواني استشاري أمراض القلب عند الأطفال. دكتور تحدثنا عن عدة محاور في هذا المجال. نعم. الآن أبغي أتكلم عن المراكز اللي موجودة في هيئة الصحة. هذه المراكز كيف ترون مستوى الخدمات التي تقدم من خلالها، وأيضا كيف تساهم في عملية اكتشاف هذه الأمراض عند الأطفال مبكرا؟ المراكز الموجودة، مركز له في مستشفى لطيفة وفي مستشفى دبي، والآن راح ينضاف لها طبعا المركز الكبير اللي هو المستشفى الجليلة. فيما سبق كان عندنا موضوع عمليات القلب المفتوح بشكل مش على طول السنة، فقط كان ضمن مبادرة نبضات. أما الحين إن شاء الله وتقريبا بدينا أن إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بشكل دائم بالتعاون بمستشفى الجليلة مع مستشفى دبي. بالإضافة إلى هذا كل الخدمات الأخرى متوفرة، من القسطرة، من التصوير، من فحص الجهد، من مراقبة القلب 24 ساعة. نعم. كل الخدمات الأخرى متوفرة بما فيها الكشف عن الجنين. نعم، كشف الأمراض في لما الأم تكون حامل، وكشف أمراض القلب وطفل الجنين في بطن أمه. نعم دكتور، يعني مثل ما سمعنا في مكالمة أم عمر قبل الفاصل، يصير مثل بانيك أو رعب عند الأمهات وعند الأهالي عندما يكتشفون يعني بعض الأمراض اللي قد تكون موجودة عند أطفالهم. يعني الآن السؤال اللي يطرح نفسه، هل يمكن أن يعيش الطفل المصاب بمرض في القلب حياة طبيعية، وهل هنالك أي نشاطات عليه تجنبها بالصغر أو في المستقبل؟ كل الأطفال تقريبا كل الأطفال يعيش حياة طبيعية، بعضهم الأغلبية لا ما يحتاج أي علاج ولا عملية،
وعنده ثقب في القلب. بعضهم يمكن يحتاج عملية، بعضهم يمكن يحتاج حتى أكثر من هذا أو قسطرة، ولكن يعيش يمارس حياة طبيعية، يروح المدرسة ويكمل دراسته ويشتغل، يسوي رياضة، يلعب كرة قدم. بالعكس الطفل اللي عنده مثلا حالة في القلب، نحن بالعكس ما ننصح أنه يشجع على الرياضة، لأن الرياضة تنشط القلب وتقوي القلب. هذا اللي كنت بسألك عنه دكتور، يعني كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال في هذه المرحلة العمرية، يعني سواء كانوا الأطفال الخدج المصابين بأمراض القلب أو حتى مع مرور العمر، يصير عند الأهالي دائما أن في تعامل خاص لهذا الطفل لأنه مريض؟ نعم، هو طبعا يكون في تواصل مستمر مع طبيب القلب والطفل وأهله، بالإضافة إلى حتى التواصل مع مدرسة الطفل والمركز الصحي اللي يتبع للطفل. فمع مرور الوقت الأهل حتى لو كان في البداية بعضهم ربما تكون ردة فعله شوية شديدة من الخوف أو القلق، ولكن مع مرور الوقت يفهم الآباء أن هذه الحالة ممكن يعيش فيها الطفل بشكل طبيعي ويمارس الرياضة ويمارس نشاطه وحياته بشكل طبيعي. قد يستدعي الموضوع بعض الأحيان قسطرة أو عملية في بعض الأحيان، أما الأغلب العام ما يستدعي أي شيء من هذا. دكتور سمير سجواني، استشاري أمراض القلب عند الأطفال بمستشفى لطيفة، نحن شاكرين لك تواجدك معنا، وشاكرين لك هذه المداخلة، وشاكرين لك أيضا يعني هذه الأجوبة الشافية والكافية والمطمئنة للأهالي. وأنا أشكركم كثيرا على استضافتي في هذا البرنامج الجميل. جزاك الله خير يا دكتور، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة. كل الشكر لك دكتور. الله يسلمك. عموما مستمعينا، بتكلم الحين عن موضوع شوية بعيد عن الأطفال، بعيد عن يعني الموضوع اللي تكلمنا فيه خلال الفترة الماضية، متوجه إلى حتى، حيث حصل مستشفى حتى التابع لهيئة الصحة بدبي على الاعتماد الدولي كمستشفى صديق للطفولة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، لينضم بذلك إلى قائمة المستشفيات الصديقة للطفولة في العالم. طيب أنا أبغى أتكلم أكثر عن هذا الاعتماد، أهميته، شروط ومعايير الحصول على هذا الاعتماد، من خلال استضافتي عبر الهاتف الأستاذة شيخة سيف الكعبي، ممرض أول بقسم النساء والولادة بمستشفى حتى. حياك الله معانا أستاذة شيخة. الله يحييك أخوي. أستاذة شيخة، إذا ما متكلم عن مفهوم مستشفى صديق للطفولة، شو يعني مستشفى صديق للطفولة؟ مستشفى صديق الطفولة هي مبادرة تم أطلاقها عام 1991، وهي برنامج عالمي ترعاه منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتشجيع وتطبيق الممارسات اللي تكفل حماية وتشجيع ودعم للرضاعة الطبيعية. هو جهد المفروض أن المستشفى كامل يسعى له لتشجيع المستشفيات لتطبيق 10 معايير محددة تدعم الرضاعة الطبيعية وتؤهل المستشفيات للحصول على لقب صديق الطفل. ومن هذه الخطوات عمليات التدريب وتثقيف الأمهات وإنشاء عيادات للرضاعة لتشجيع الأمهات على ممارسة الرضاعة الطبيعية، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تشجيع المستشفيات لتقديم خدمات تركز على احتياجات الأم ومولودها لإنجاح عملية الرضاعة الطبيعية كأفضل بداية ممكنة للحياة. جميل. يا ترى شو هي أهمية الحصول على هذا الاعتماد؟ أهميته يعكس التزام هيئة الصحة بدبي مواصلة تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وتطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بالرضاعة الطبيعية بما يتماشى طبعا مع معايير منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. وهذا الاعتماد يؤكد نجاح المستشفى في تعزيز وتشجيع مبدأ الرضاعة الطبيعية والتزام التام بتحقيق الخطوات العشر المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. بما أنك أنت تكلمتي شيخة عن أهمية الرضاعة الطبيعية، فخلينا نعرف المستمعين أكثر عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وكذلك للطفل. أهمية الرضاعة الطبيعية للأم، الأم يساعد على تحسين الصحة العامة النفسية للأم. في بعض الأمهات يعانون من اكتئاب بعد الولادة، بعد الولادة،
ويساعد على انقاص الوزن بعد الولادة، ويقلل من هشاشة العظام، ويقلل من الإصابة بسرطان الرحم والمبيض والثدي، ويرجع الرحم لمكانه اللي قبل الولادة، وبعد يقلل من النزيف بعد الولادة. نعم، هذا حق الأم. حق الطفل؟ هذا حق الأم. حق الطفل في فوائد وايد حق الطفل، مثل يقوي المناعة عند الطفل من البداية النمو، ويعطي الغذاء المناسب للطفل وخاصة الدماغ بعد الولادة، ويقلل من الالتهابات الأذن والجهاز التنفسي، يقلل من الإصابة بالحساسية مثل الأكزيما، ويقلل من الإصابة بالسرطانات، ويقلل من ظاهرة الموت المفاجئ للأطفال، ويقوي العلاقة بين والتواصل بين الطفل وأمه، ويقوي القدرة الذهنية والذكاء لدى الطفل، ويقلل من الوزن الزائد، ويقلل من مرض السكر المعتمد على الأنسولين. نعم أختي شيخة، أنا قبل أطرح هذا السؤال، أنت كنت مسترسلة في موضوع، ما أدري إذا قطعتك أنا، في كنت تبغين تضيفين شيء؟ لا بس نسيتي. ها مو مشكلة، أنا بسألك عادة عن 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 الدورات التدريبية وورش العمل اللي تسوونها في المستشفى لتدريب وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية. أول شيء بنبدأ ويا الدكاترة والتمريض اللي هم بيقوموا بتثقيف الأمهات للرضاعة. إحنا عندنا 90 ساعة معتمدة من الهيئة منظمة الصحة العالمية اليونيسف، أن يكون الدكتور أو الممرض أخصائي أو استشاري رضاعة طبيعية. عندنا مجموعة من الدكاترة ومن التمريض حصلوا على هالشهادة. قاموا هالدكاترة وهالممرضين بتثقيف الباقي التمريض اللي عندنا داخليا. طلعنا بكذا ممرضة وكل الدكاترة طبعا بعيادة تثقيف صحي للرضاعة الطبيعية، اللي هي تكون احنا فتحناها في عيادة الحوامل، نتابع الأم من أول ما تفتح الملف عندنا في العيادة. أول زيارة إلها لازم تدخل هالعيادة، نسوي لها تثقيف شامل، حتى لو يعني ما قالت أن ما أبى أكون أرضع طبيعي، فإحنا نعطيها إياه ونقول لها الفوائد، وحتى لو قالت لنا أن أنا بشتغل عقب شهرين ما برضع، نقول لها كيف أنها تكون تقدر ترضع طبيعي حتى بعد أنها تشتغل. عندنا دورات تثقيفية للأم من أول ما تدخل في العيادة. عندنا أفلام وثائقية نعرض في غرفة الانتظار. عندنا كتيبات منشورات للأمهات تدخل غرفة الولادة. عندنا نقوم نراجع وياها بعض التثقيف اللي صار وياها في العيادة. بعد ما تطلع تروح قسم بعد الولادة نتابعها نفس التمريض اللي في القسم أو في عيادة التثقيف الصحي، يرجعون عندها يشوفون عملية الأرضاع عندها كيف، إذا كانت صح أو لا، عندها أي مشاكل في الأرضاع. إذا عندها أي مشاكل ننصحها، نساعدها، نسوي لها تحويل لمستشار الرضاعة الطبيعية. وعقب ما تطلع من المستشفى نعطيها موعد للرضاعة الطبيعية. تعذرت مايت نتصل فيها نشوف شو أخبارها هي والطفل. نقوم بزيارات ميدانية للمنازل عشان نطمن عليهم. وبعد عندنا شكلنا فريق هو Mother to Mother Support Group للرضاعة الطبيعية، دعم الأمهات للرضاعة. نجتمع نحن بعد وياهم من تمريض، أخصائي رضاعة طبيعية، تثقيف صحي، وأماكن ترفيهية مثل الحديقة، وأكثر من مرة في الحديقة. ما شاء الله أنتوا عندكم في حتى بعد المناظر الطبيعية جميلة جدا هناك. ما شاء الله. شيخة أنا بس بعيد عن هذا الموضوع لأن بختم معاك اللقاء هذا، أبغي أسألك، بما أنك أنت ممرض أول بقسم النساء والولادة وأنت ممرضة مواطنة، أبغي بس باختصار يعني تعطيني كلمة في هذا المجال لخواتنا المواطنات اللي يفكرون يلتحقون بهذا المجال، كيف نقدر نشجعهم؟ التمريض أول شيء قبل كل شيء هي وظيفة إنسانية، ملائكة الرحمة. إحنا بنحتاجها، حتى لو كل أم، كل أخت، كل بنت
تكون ممرضة، مو بلازم في المستشفى، تكون ممرضة في البيت، تكون ممرضة في في في, في المستشفى، في البيت، في شغلها، في كل مكان. أنا أحصل منها أجر قبل كل شيء، قبل أن يكونوا يسألون عن المعاش، عن الترقيات وهاي الأشياء. صحيح. عمل وايد حلو، مع أن أكثريتهم يستنكروا أنه كأنه يعني شغل مو حلو، بس هو وايد وايد حلو، بعيد عن الروتين، يخلينا نتعلم أشياء وايدة، نكون عناصر فعالة في المجتمع، نخدم بلادنا، نخدم عيال بلادنا وأمهاتنا وأبهاتنا. شيخة، أنا يعني جدا سعيد بهذا اللقاء، وسعيد جدا بتواجدك معنا في ضمن طاقم العمل في هيئة الصحة بدبي كممرض أول بقسم النساء والولادة بمستشفى حتى الشيخة سيف الكعبي. شكرا جزيلا لك. عفوا. إذن مستمعينا، يعني هذه بعض النماذج اللي نحن نحاول نقدمها لكم على أساس أن تشوفون العمل اللي يقوم به العاملين في هيئة الصحة بدبي. الآن يعني في هذه الأثناء تشهد دبي مستمعينا انطلاق أعمال المؤتمر الإماراتي السادس للأنف والأذن والحنجرة، وذلك بحضور قيادات من هيئة الصحة بدبي ومشاركة حوالي أكثر من 2000 طبيب ومختص من داخل الدولة ومن خارجها. يعني يقام هذا المؤتمر في دورته السادسة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة في دبي، وبدعم من وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي وجائزة حمدان للعلوم الطبية. يعني ما نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر مع يعني مراسلنا المتواجد حاليا هنالك الأستاذ يوسف سعد. تفضل أستاذ يوسف. صباح الخير محمود، صباح الخير على المستمعين الأعزاء. المتواجد حاليا في الانتر كونتيننتال في الفيستيفال محمود، حيث بدأت منذ قليل أعمال المؤتمر السادس الإماراتي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة. هذا المؤتمر كما ذكرت محمود يشارك فيه أكثر من 2000 طبيب ومتخصص من داخل الدولة وخارجها، من دول مختلفة، شارك فيه جمعيات دولية متخصصة. المؤتمر فيه أكثر من 60 محاضر، وبيركز على وضع صيغة مناسبة لمواجهة الأمراض الرئوية والأمراض المزمنة وجميع الأمراض المتصلة بالأنف والأذن والحنجرة في الفترة المقبلة. المهم في المؤتمر إن كما جاء في كلمة معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة مدير العام هيئة الصحة دبي، دعم الهيئة وجميع الجهات المختصة والمعنية لاستضافة المؤتمر الدولي للأنف والأذن والحنجرة. وده محمود بيعتبر من أكبر التظاهرات العلمية الطبية المتخصصة في العالم. الهيئة والجهات الداعمة والمتخصصة بتعمل على استضافة دبي لهذا المؤتمر عام 2021. الكل هنا الحضور أشادوا بالمكانة العالمية لدبي، وأكدوا على استحقاقها لاستضافة مثل هذه التظاهرة العلمية. الشيء الجديد كمان اللي أعلنه الدكتور حسين الرند عن تكافل جمعية الإمارات الطبية بإجراء بحوث عربية تقدمت للمؤتمر، أكثر من 40 بحث ودراسة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة استقبلتهم جمعية الإمارات الطبية، واختارت منهم من خلال لجنة علمية اختارت أفضل 4 بحوث ستتكفل بهم الجمعية لإجراءهم، مساهمة من الإمارات، مساهمة من جمعية الإمارات الطبية في دعم التوجهات العالمية للحد من الأمراض المنتشرة. محمود، المؤتمر بيمتد على 3 أيام، يبحث كما قلت من قبل المشكلات المتعلقة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأضيف لها كمان أمراض العنق والرأس.
وهذه مفاهيم جديدة في عالم الطب متخصصة ضمت أكثر من مرض في حزمة واحدة. الأطباء والعلماء والنخب الطبية والقيادات الصحية تجتمع اليوم في دبي لبحث هذه الإشكاليات والتحديات التي تواجه مثل هذه الأمراض. نعم الأستاذ يوسف سعد، نحن شاكرين لك على هذه التغطية المميزة والتي شملت كافة المعلومات الخاصة بهذا المؤتمر، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله من خلال فعاليات هذا المؤتمر. أستاذ يوسف سعد كان معنا من خلال تواجده وحضوره لفعاليات المؤتمر الإماراتي السادس للأنف والأذن والحنجرة. إذن مستمعينا، يعني في هذه الحلقة نحن تناقشنا في العديد من المواضيع، انتقلنا ما بين يعني مستشفى راشد إلى مستشفى لطيفة إلى مستشفى حتى، وأيضا نقلنا لكم بعض أو خذنا صورة عن هذا المؤتمر الذي تستضيفه إمارة دبي حقيقة، يعني وتستضيف معه عدد كبير من المتخصصين ومن نخبة من أشهر الأطباء العالميين من مختلف أنحاء العالم ودول مجلس التعاون، بالإضافة إلى عدد من أطباء العرب في هذا المجال اللي هيئة الصحة بدبي قطعت فيه أشواط متقدمة جدا، مجال الأنف والأذن والحنجرة، وأيضا يعني درجة أن كذلك قدرنا أن يعني أو قدرت الهيئة أن تسوي بعض العمليات النادرة على مستوى العالمي حقيقة في زراعة قواقع الأذن وغيرها من هذه الأمور. إذن إنجازات كبيرة في هذا القطاع. طبعا القطاع كله مش يعني المواضيع اللي فيها كلها مش بيضة، أيضا دائما ما يكون لأي عمل هنالك بعض الجوانب اللي يكون فيها قصور. هذا القصور يعني غير معناته أن 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 هنالك إهمال يا جماعة الخير، لا، هنالك يعني عمل واجتهاد بطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك بعض القصور لمن يعمل. فحقيقة نحن في هيئة الصحة بدبي وبتوجيهات من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي وجه أن ناخذ على عاتقنا من خلال هذا البرنامج أن نقوم بإيصال أصواتكم، أن نقوم بإيصال ملاحظاتكم، أن نقوم بإيصال مقترحاتكم حول القطاع الطبي بشكل عام في إمارة دبي وحول الخدمات التي تقدم من خلال هيئة الصحة. إذن هذا البرنامج نرجع ونقولكم أن منكم وإليكم، وبضطر أقول والسلام عليكم لأن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. أنا شاكر كل من تداخل معنا وكل من حاول أن يتواصل معنا عن طريق الرسائل النصية اللي للأمانة ما قدرت أقراها اليوم، وأيضا أبغي أتوجه كذلك بالشكر الجزيل لأول مرة يعني تلتحق معنا السادة رحاب المروشد كمخرجة لهذا البرنامج، ساعدنا بالعمل معاها، والتحية كذلك لفريق الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، وكل التحية مني إليكم محدثكم محمود يوسف، على أمل أن نلقاكم في الغد إن شاء الله، فدمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.